أبو نذير بارك الله فيك في سؤاله الأخير يقول كيف يعني الإنسان الشخص البسيط الذي يفسر الأحلام يقول في أشخاص بسطاء يفسرون أحلام وهذا من الأمور الغيبية وهل شيء موجود اسمه تفسير الأحلام في الإسلام أبو نذير بارك الله فيك أولا بالنسبة لتعبير الأحلام نعم موجود في الإسلام وعندك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأى رؤيا قال يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت أحد يقول يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين والله جل وعلا أرى نبيه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة للرؤى والأحلام وتفسير الرؤى وتعبير الرؤى موجود في الإسلام فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الصبح وانتهى من الاذكار التفت الى اصحابه يسالهم هل راى احد منكم رؤيا هذه الليله؟ فمن راى يقصها على النبي عليه الصلاه والسلام واحيانا يتدخل ابو بكر فيقول يا رسول الله دعني انا اعبرها يعبر الرؤيا فياذن له فيقول اصبت واخطات اصبت في بعض واخطات في بعض والمقصود اخي الفاضل بالنسبه لي تعبير الرؤى والاحلام موجود في الاسلام موجود الامر الثاني بالنسبه للتعبير هل هو وهبي ام كسبي قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من يذهب الى ان تعبير الاحلام وهبي فالله عز وجل يهب من يشاء من خلقه وعباده هذه النعمه بحيث يعبر الاحلام ومن اهل العلم من يذهب الى ان التعبير قد يكون وهبي وكسبي ايضا فكما انه يكون وهبي يكون كسبي ما معنى كسبي؟ يعني يتعلمه الانسان يتعلمه الانسان ويكتسبه من خلال معرفه قواعد التعبير المساله الاخرى التعبير تعبير الاحلام لا يشترط فيه ان يكون الانسان مثلا يحمل شهاده عليا او شيء من هذا القبيل فقد يوفق الرجل العامي الذي اعطاه الله عز وجل فراسه وذكاء وايضا لديه صفاء نفس ايضا واستظهار لنصوص القران والسنه ومعرفه بالقواعد الشرعيه هذه فيعبر الاحلام المشكله اين يا اخي الفاضل؟ ما ذكرت من تطفل بعض الناس على موائد المعبرين اناس يعني قد لا يكون لهم يعني نصيب وحظ من قواعد تعبير الرؤى، هنا المشكلة هنا المشكلة ولذلك قد يدخل على خط المعبرين اناس وللاسف الشديد مجاهيل عين مجاهيل حال فيفسدون هذا الامر العظيم ويتقحمون هذا الباب الذي هو فتوى ولذلك قال الله جل وعلا على لسان يوسف: قضي الامر الذي فيه تستفتيان قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أي الرؤيا الرؤية كل أحد قال أب النبوة يلعب أب النبوة يلعب فأنكر هذا إنكارا شديدا على أنه لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى وإنما لا يتصدى لتعبير الرؤى إلا من توفرت فيه الأدوات والأهلية في قضية تعبير الرؤى والكلام حول هذا طويل يا أخي الفاضل لكن أعيد لك بأن مسألة تعبير الرؤى والأحلام نعم موجود في الإسلام التعبير الرؤى والأحلام هل هو وهب أم كسبي قولان المسألة الثالثة أنه أن التعبير فتوى ولذلك الإنسان يتق الله والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وتعبير الرؤى والأحلام له قواعد قواعد ولذلك كان بعض أئمة السلف إذا عبر الرؤيا مع تمكنه من التعبير يقول إن إلا ظنا وما نحن وما نحن بمستيقنين إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين